أنيس منصور بدأت بحاجتين في منتهى الغرابة. الحاجة الأولانية، وأنا طالب في جامعة بنسلفانيا في أمريكا، كانت صحفية في آخر ساعة بتعمل معايا حديث، كان أنيس منصور رئيس تحرير آخر ساعة. بقول لها أنا نفسي أقابل أنيس منصور. قالت لي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تقابل بيها أنيس منصور إن يكون معاك كتاب مش عنده في المكتبة. فقلت لها أنا عندي الكتاب ده. ورحت قابلته وقلت له أنا أتحدى لو مكتبتك فيها الكتاب ده. وكانت حاجة جميلة إن يقول لي فعلا الكتاب ده كان غير موجود في المكتبة بتاعتي، والكتاب ده اللي أنا جبته له كان داخل في الحاجات اللي بيتكلم عنها، كائنات الفضاء، بنوا الهرم، لعنة الفراعنة، كان دايما ليه حاجات بيعملها غريبة جدا، وأنا عشان كده كان نفسي إن أنا أقابله. الحاجة التانية، المقابلة التانية، جاي من أمريكا وأنا كنت على صداقة جميلة بكمال الملاخ، فقابلت كمال الملاخ فقال لي انت تعالى معايا نتغدى عند انيس منصور. قلت له استاذ كمال ازاي نتغدى عند انيس منصور ومش عازمني؟ قال لا تعالى. رحت في اليوم ده كان في توفيق الحكيم، كان في يعني عمالقه كتير جدا، وكان في الممثل اللي قام بدور مصطفى كامل مش فاكر اسمه دلوقتي. لكن اجمل حاجه بقى ان انا اتعرفت بانيس منصور والسيده رجاء حرم. والحاجه الجميله بقى ان كان لسه الفيديو طالع، فتوفيق الحكيم قاعد جوه، فأنيس منصور قال له بص صورتك موجوده في التلفزيون. توفيق الحكيم ما صدقش ان هو قاعد وصورته قدامه في التلفزيون، فقام ملاعب شنبه واتخذ العصايه طلعها فوق ونزلها تحت، وكان سعيد جدا توفيق الحكيم. اواخر الثمانينات اوائل التسعينات كان في وفد جاي من الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد ده كان من محبين الرئيس السادات، وطلبوا مني وأنا كنت وقتها لسه يعني في بداية سلم العمل السياحي إن هم يلتقوا ببعض الشخصيات اللي كان لها علاقة مباشرة بالرئيس السادات، وكان من ضمن طبعا هذه الشخصيات السيدة جيهان السادات والسفير عبد الرؤوف الريدي، وكان مازال لسه سفيرنا في الولايات المتحدة أعتقد في ذلك الوقت، والأستاذ أنيس منصور. فأنا ذهبت للأستاذ أنيس منصور في مكتبه، كان في دار المعارف، وما كنتش حقيقة أعرفه، لكن يعني جبت واسطة أني أروح أقابله، فروحت قابلته. أستاذ أنيس كان يبيد اللغات طبعا كما تعرف، ويعني إجادته ليها كانت الحقيقة يعني أكثر من ممتازة، واللي بيعرف لغة انجليزية كويسة عارف دايما انه هناك خلاف ما بين حرف البي وحرف البي، ودي يمكن من اللكنة المصرية في النطق بالانجليزي دايما بيحصل لخبطة في الموضوع ده، يعني زي مثلا ما واحد يجي يقول لك برافو فيقول لك برافو، تمام. فالأستاذ أنيس منصور الموضوع ده كان بيضايقه جدا، وانا رحت قابلته وتكلمت معه باللغة الانجليزية، والحقيقة مش عارف كان ايه السبب بان احنا تحدثنا بالانجليزيه، ولكن انا قررت ان انا اتكلم معاه بالانجليزي، شاب بقى صغير وداخل قابل العبقري بقى استاذ انيس منصور، فتكلمت معاه باللغه الانجليزيه، فهو سعد جدا وبدا يعني يتكلم معايا عن اشكاله مع الكثير من الناس لما بتتكلم اللغه الانجليزيه، ودخلت قلبه والحقيقه وافق انه يعمل هذا اللقاء، وكان وقتها اللقاء ده في شيراتون الجزيره، وكان لقاء رائع. والأستاذ طبعا يومها أبدع في قصص ونوادر كثيرة عن الرئيس السادات، وبدأت بقى العلاقة بيننا.